Bonjour mes chers élèves et ravi de vous retrouver encore une autre fois dans une autre vidéo auquel on va parler des équations. Cette leçon est réservée aux collégiens, c'est-à-dire première année, deuxième année et troisième année. Yalla khalikoum ana. اليوم اعزائي التلاميذ غادي نشوفوا انصومبل المعادلات وغنشوفوا الطريقه وانا درت لكم خديت لكم واحد كل معادله خديت لكم منها شكل وغنشوفوا كيفاش كيتحلوا المعادلات بواحد الطريقه سهله وسامبل بيان. مثلا عندنا هنايا x plus 3 ايكال 5. اذا هاد x هذا سي لانكوني، هاد x هذا هو واحد الرقم مجهول، كنزيد عليه واحد العدد كيعطيني، كنزيد عليه 3 كيعطيني 5. اذا شنو هو الرقم قلنا اللي عندنا هنا انكوني؟ عندنا هو اكس. اذا انا جو في شيرشي اكس، اذا غندير اكس ايتيغال فوالا. هاد خمسة هادي كتبقى بلاصتها ما كتغير فيها حتى شي حاجه، ولكن هاد زائد 3 ملي كترجع من مور تساوي كتغير الاشاره ديالها، ديما كتقلب الاشاره هنايا. بحال دابا عندنا الاشاره عندي بوزيتيف، دونك هنا غتولي الاشاره نيجاتيف. الا كانت الاشاره نيجاتيف غتولي بوزيتيف. مزيان وصافي، وكندير اكس ايتيغال 2. اذا هذه الاولى. نشوفوا الثانيه دابا، اكس ناقص 3 كتساوي 5. ديما كنقول لانكوني، جو شيرش توجور لانكوني اللي هو اكس، وكندير اكس ايتيغال 5. اذا 5 ما بدلت فيها حتى شي حاجه، لا اشاره لا والو، لانها بقات في بلاصتها. ولكن هاد ناقص 3 ملي كدوز من مور تساوي غتولي لنا زائد 3، واكس تساوي 5 زائد 3 هي 8. فوالا، هادو تقريبا نفس الشكل، غير هنايا غيرت لكم الاشاره باش كتشوفوا ملي كت تكون الاشاره بوزيتيف كتولي نيجاتيف، ملي كتولي نيجاتيف كتولي بوزيتيف. نشوف دابا ملي كيكون عندي البرودوي 3x ايتيغال ا 5، شنو كتعني 3x؟ يعني كتعني 3 مضروبه في x، وحنا كنعرفوا باللي ان ملي كيكون عندنا هنا البرودوي كيولي ديفيزيون، كتولي لنا قسمه. اذا هنايا جو في شيرشي اكس، كندير اكس تساوي 5 بقات في بلاصتها، وهذا العدد اللي كيكون لاصق ديما في اكس كنديرو تحت هذا العدد اللي هنايا، وكتولي اكس ايتيغال 5 سور 3. مزيان، نشوفوا معادله واحده اخرى. اذا هنايا اكس سور 3 ايتيغال 5، اكس سور 3 ايتيغال 5. اذا انا هنايا كنقلب على اكس وهي اللي ما عنديش معروفه، وكندير اكس ايتيغال هاد 5 كتبقى هنايا، اذا القسمه كتولي برودوي كتولي جداء. اذا اكس تساوي هاد 5 بقات هنايا، مادام هنايا عندي قسمه اذا غتولي هنايا جداء مضروبه في 3، دونك وكندير اكس تساوي هي 15، وكنكتب حل المعادله هو 15. هذه الجمله ضروري تبقاو ديروها. نشوفوا دابا معادله واحده اخرى، 5 اكس زائد 4 كتساوي 1. دونك هنا 5 اكس كتساوي هنا واحد بقات في بلاصتها، ولكن هنا عندنا بلوس 4، هنايا غتبدل هاد الربعه غتشونجي البلاصه ديالها، غتغير ليها بطبيعه الحال الاشاره ديالها، اذا غتولي موان 4. مزيان، دونك هنا 5 اكس ايتيغال 1 ناقص 4 هي ناقص 3، واكس تساوي ناقص 3 على 5. كما قلت لكم هنايا ملي كيكون عندي هنايا الجداء كتولي قسمه، ملي كتكون عندي القسمه كتولي جداء كما هنا. دونك عندي هنايا عاوتاني 5 اكس ناقص 4 ايتيغال 1. اذا هنا لانكوني عندنا هي اكس، هي 5 اكس، بعدا نقلب على 5 اكس، بعدا نقلب على اكس. دونك 5 اكس ايتيغال 1 كما قلت لكم بقى في بلاصتو، الاشاره ديالو كتبقى كما هي، ولكن ناقص 4 ملي هنايا عندي ناقص 4 ملي كتحول هذا العدد اللي كيكون هنايا قبل تساوي لهنايا كيتقلب الاشاره ديالو، داكشي باش رديت هنايا ناقص 4 ولا زائد 4. وصافي كندير 5 اكس ايتيغال 5، حيت 1 بلس 4 ايتيغال 5، وكما قلت لكم هنا لو برودوي كيولي ديفيزيون كيولي قسمه، دونك اكس ايتيغال 5 سور 5، ومني كان 5 مقسوم على 5 هي 1، دونك اكس ايتيغال 1. وصافي كنديرو هنايا المعادله لها حل واحد هو 1. وكو بالفرنسي كنقولوا ليكواسيون ادمي ان سوليسيون سي 1. دونك هنا عندي اكس سور 5 بلس 4 ايتيغال 1. اذا هنايا جو شيرش اكس سور 5 ايتيغال 1، وهاد زائد 4 كنبدلها من بلاصتها كما قلت لكم غتولي ناقص 4. فوالا، دونك اكس على 5 كتساوي هي ناقص 3. مزيان، دابا لحد لهنا مزيان. دابا شنو كتلاحظوا هنايا؟ كتلاحظوا هنايا بلي ان عندي قسمه،
لكم ملي كيكون عندي هنايا اكس على شي عدد كيولي جداء كيولي جداء كيولي برودوي. دونك هنا اكس كندير تساوي هي ناقص 3 كنضربها في هذا العدد اللي هنا وكنطلع هنايا ناقص 3 كتولي في 5 واكس تساوي ناقص 15. فوالا نشوفوا ثاني معادله واحده اخرى اكس زائد 4 سور 5 ايتيغال 1. اذا هنايا جو في شيرشي اكس بلس 4 دونك اكس بلس 4 ايتيغال قلت لكم ديما ملي كتكون عندي القسمه كتولي هنايا برودوي. اذا هذا غنضربو في هذا وهذه غتبقى دونك غندير اكس زائد 4 كتساوي هي 1 مضروبه في 5 فوالا اكس زائد 4 كتساوي 5 مزيان. دابا صافي دابا هي المعادله بانت ليا. انا ديما كنقلب على العدد المجهول هو اكس دونك كندير اكس تساوي 5 هنايا ناقص 4 دونك اكس تساوي 1. معادله واحده اخرى 5 اكس ناقص 4 سور 3 ايتيغال 1 مزيان. اذا غنخدم هذه بوحديتها وقلت لكم مادام عندي هنا قسمه اذا غتولي برودوي غنضرب هذا في هذا وهنا غتولي 5 اكس ناقص 4 تساوي هي 1 في 3. 5 اكس ناقص 4 كتساوي 3. دابا ها هي بانت ليا المعادله دونك هنا كندير 5 اكس تساوي 3 ناقص 4 غتولي زائد 4 دونك 5 اكس تساوي هي 7 و اكس مادام عندي هنايا قلنا البرودوي يعني 5 اكس يعني هي 5 مضروبه في اكس. ملي كيكون عندي هنايا لو برودوي يعني الجداء كتولي هذا العدد اللي كيكون لاصق في الاكس كيولي تحت هذا العدد هذا دونك اكس تيغال 7 سور 5. عندي ثاني هنا 5 اكس ناقص 4 على 3 كتساوي 1 اذا هنايا جو شيرش 5 اكس دونك 5 اكس ايتيغال 1 هذه كتبقى بلاصتها ديما هذا العدد اللي كيكون من مور تساوي ما كنبدل فيه حتى شي حاجه كنحطو هو الاول وعاد كنرجع لهذا اللي هنايا لانك خصني نجمع الارقام بوحديتهم ولا تكسب بوحديتهم. اذا هنا عندي 1 ناقص 4 على 3 غتولي هي زائد 4 على 3. دابا هنا ولا عندي عدد كسري ملي كيكون عدد كسري دائما اقوم بتوحيد المقام مزيان دونك 5 اكس تساوي اذا المقام الموحد هو 3 كنضرب 1 في 3 هي 3 وهاد 4 في 1 هي 4 وكتولي عندي 5 اكس تساوي هي 7 على 3 دونك وكندير اكس تساوي 7 على 3 مادام عندي هذا الضرب غتولي قسمه مقسومه على 5 اذا هذه كتساوي هي ملي كيكون عندي القسمه غتحول كنضربو في المقلوب العدد الثاني الكسر الثاني اذا كندير 7 على 3 مضروبه في 1 على 5 اذا هاد 5 هاد 5 يعني هي 5 على 1 والمقلوب ديال 5 على 1 هي 1 على 5 وكنضرب 7 في 1 7 و3 في 5 15. ندوزو المعادله واحده اخرى عندي هنا ناقص 11 اكس زائد 5 كتساوي 9 اكس ناقص 5. اذا لاحظوا هنايا عندي هنايا لي زيكس والارقام ورقم عندي هنا لي زيكس والارقام اشنو كندير هنايا كنجمع الارقام اللي فيهم لي زيكس بوحديتهم ونجمع الارقام اللي فيهم الارقام اللي فيهم اللي ما فيهمش لي زيكس بوحديتهم. اذا ناقص 11 اكس ها هي خليتها كما هي ما تبدلات فيها لا اشاره لا حتى حاجه. علاش؟ لانها بقات في بلاصتها. ولكن هاد 9 اكس ملي غنرد هنايا مع غنبدل ليها بلاصتها غتقلب ليها الاشاره دونك الا كانت هادي بوزيتيف غتولي نيجاتيف اذا غتولي هي 9 اكس تساوي اذا هاد ناقص 5 ما بدلاتش ليها بلاصتها بقات هي هي ولكن هاد زائد 5 غنبدل ليها بلاصتها غتجي من مور تساوي غتولي ليا ناقص 5. ناقص 11 اكس ناقص 9 اكس تساوي هي ناقص 20 اكس تساوي ناقص 5 ناقص 5 هي ناقص 10 واكس تساوي ناقص 10 كما قلت لكم البرودوي كيولي قسمه على ناقص 20 ملي كيكون ناقص مقسوم على الناقص كيطير الناقص كنسامبلي فيه وكيمشي وكتولي وكنختزلو نقسم هذه على 10 وهذه على 10 هذه 10 الا قسمتها على 10 تعطيني 1 و20 الا قسمتها على 10 غتعطيني 2. اذا ندوزو المعادله واحده اخرى اذا عندي هنايا اكس على 2 ناقص 1 على 3 كتساوي 5 اكس ناقص 1 على 6 مزيان. اذا هنايا ملي كيكون عندي العدد كسري دائما الحاجه اللي غنفكر بها هي توحيد المقام. اذا شنو هو العدد اللي غادي يجمع 2 و 3 و 6 نشوف دائما كنمشي لاكبر عدد اللي عندي الا كان قابل للقسمه عليهم كاملين اذا العدد هو 6 مزيان. اذا هاد 6 كتبقى هي مادام ان المقام واحد هي هذه ولكن هاد 2 غنضربها في 3 وهاد 3 غنضربها في 2 كما ضربت هنا لتحت غنضرب الفوق باش يعطيني مقام واحد
اذا المقام الموحد ديال هذا هو 6 وهذه هاد جوج ضربتها في 3 غتولي هي 3 اكس وهذه باش ولات ليا 6 ضربتها في جوج هذا غنضربه في جوج غتولي هي جوج مزيان. دابا ملي وحدت المقام صافي هاد المقام هذا ما عندي ما ندير به كتبقى ليا 3 اكس ناقص جوج تساوي 5 اكس ناقص واحد. دابا اش غندير كما قلت لكم كنجمع لي زيكس بوحديتهم في طرف وكنجمع الارقام بوحديتهم في الطرف الاخر وديما لي زيكس هما اللي تيكونوا لهاد الجهه هادي. اذا غندير 3 اكس 5 اكس هنا غنحولها غتولي ناقص 5 اكس هنا ناقص واحد بقات بلاصتها ما غيوقع لها حتى شي تغيير. مي ناقص جوج غادي تبدل بلاصتها غتولي زائد 2 مفهوم. و 3 اكس ناقص 5 اكس هي ناقص 2 اكس ناقص واحد زائد جوج هي واحد. دونك اذا عندي هنا لو برودوي عندي الجداء دونك اكس غتولي اذا هاد الجداء غادي يولي قسمه وغندير اكس تساوي كما قلت لكم هذا اللي هنا كيبقى هو هي واحد وهاد ناقص جوج ولات هنايا ولا هي ولات هي ناقص واحد على 2 وكنكتبوا المعادله تقبل حلا وحيدا هو ناقص واحد على 2. ندير لكم معادله واحده اخرى نصف الكسور. اذا ديما قلت لكم الكسور كنفكروا في توحيد المقام مزيان. اذا هنايا جوج اكس ناقص 5 على 3 كتساوي هي 3 اكس ناقص 2. اذا هذا العدد فاش غنضربو ديال المقام الموحد قلنا شنو هو هو 15 اذا هذه غنضربها في 5 باش تعطيني 15 وهذا غنضربو في 3 وكندير هاد بحال دابا هذه ضربتها في هذه دابا مثلا ضربتها في 5 غندير كما ضربت لتحت غنضرب حتى الفوق وغندير هي 5 عامل لجوج اكس ناقص 5 تساوي وهذه ضربتها في 3 باش تعطيني المقام الموحد هو 15 حتى هذه كل هذا العدد كله حتى هو غنضربو في 3 وغندير تساوي هي 3 عامل 3 اكس ناقص جوج. دابا اش غادي ندير غادي نقوم بعمليه النشر وغندير 5 في 2 اكس هي 10 اكس 5 في ناقص 5 تساوي هي ناقص 25 3 في 3 اكس هي 9 اكس 3 في ناقص 2 هي ناقص 6. اذا دابا شنو غندير غادي ندير لي زيكس بوحديتهم وغنجمع الارقام بوحديتهم. اذا عندي 10 اكس بقات بلاصتها ما كاين حتى شي شونجمون ما 9 اكس غادي نبدلها بويسكو هنايا ناف عندي بوزيتيف غادي تولي نيجاتيف وغتولي ليا هي ناف اكس اتيكالا موان 6 هاد موان 5 غاتشونجي سا بلاص اذا غتولي هنايا بلوس 25 مزيان. اذا قلنا 10 اكس ناقص 9 اكس 10 اكس ناقص 9 اكس هي 10 تفاحات نقص منهم 9 ديال التفاحات بقات عندي تفيفيحه وحده مزيان ناقص 6 زائد 25. اذا هنايا ملي كنبغيو نديرو هنايا العمليه كناخذوا الاشاره الابعد الا الصفر هي هي عندنا هي الاشاره ديال 25 هي بوزيتيف وكندير 25 ناقص 6 هي 19 دونك اكس تساوي 19 وكنكتبوا المعادله تقبل حلا وحيدا هو 19. شوفوا دابا هاد العمليه انا درتها لكم بالاس. اذا هنا 10 اس 2 على بويسونس 2 كلشي على بويسونس 3 اكس ايتيغال 10 اديس على بويسونس 5. اذا هنايا اش كندير هنايا القاعده كتقول هنايا كتقول ا اس ان لو 2 اس ام كنضرب هذه في هذه اذا كندير 10 كنضرب 2 في 3 هي 6 اكس ها هي كتساوي هي 10 اس 5. دونك انا ديما كنقلب على اكس اذا عندي هنا برودوي اذا غندير واخا يكون عندكم اس ما ندورش كنطبق القواعد ديالي اللي قريت. دونك اكس تساوي هي 10 اس 5 هي هذه على هذا العدد اللي كيكون لاصق في اكس ديما تنديرو هنايا كتولي عندي هي 10 اس 6 مزيان. هنا اكس تساوي هي 10 القاعده كتقول ا اس ام على ا اس ان كتساوي هي ا ام ناقص ان داكشي اللي طبقت هي 10 وكندير هاد كندير هاد 10 كنكتبها غير مره واحده وكنكتب 5 ناقص 6 ها هي. دونك اكس تيكالا 10 ناقص 1 5 ناقص 6 هي ناقص 1. وانا كنقول لكم ملي كيكون هنايا العدد ملي كيكون هنا النيجاتيف شنو كندير باش كنحيد هاد الاس السالب كندير المقلوب ديال العدد بحال دابا عندي 10 المقلوب ديالها هي 1 على 10 وكندير اكس تساوي 1 على 10 وواحد الا قسمتها على 10 غتعطيني هي 0.1. نشوفوا دابا هذه اللي كتكون كتساوي لنا 0 هنايا 2 اكس زائد 3 فاكتور دو ناقص 6 اكس زائد 1 ايتيكال 0 هنا واخا يكون العمليه طويله شحال ما فيها ملي كتكون هنا كتساوي 0 كتخدم كل هذه بوحديتها وهذه بوحديتها
يقدر يخرجوا الى عطاوها لكم فيها ثلاثه وثلاثه يخرجوا فيها ثلاثه ديال الحلول، عطاو لكم فيها اربعه الحلول. ما تخافوش يعني ملي كتساوي صفر ديما كنخدم كل وحده بوحديتها، وكندير جوج اكس زائد ثلاثه ايكالا زيرو، او كندير ناقص اكس زائد واحد ايكالا زيرو، وكندير هنا جوج اكس ايكال هنايا زائد ثلاثه غتبدل بلاصتها غتولي ناقص ثلاثه، مفهوم؟ اكس تساوي ناقص ثلاثة على اثنان، هاد جوج اللي هنايا هبطات هنايا، ونفس الشيء هنايا ناقص ستة اكس قلنا تساوي ناقص واحد، واكس هنايا كتساوي هي ناقص واحد، وهاد الإشارة هبطات مع ستة ديالها، وكنا ملي كيكون عندنا الجودة أولا القسم أولا الكسر القسمة كيتحذف، ملي كيكون هنا ناقص وهنا ناقص كنسامبليفيو كيمشي وكتولي هي واحد على ستة، وكنقولو المعادلة تقبل حلين واحد على ستة أو ناقص ثلاثة على اثنان. نشوفوا وحده اخرى، هذه على شكل متطابقه، انا درتها لكم على شكل متطابقه، اكس ناقص 3 اس 2 ناقص 25 تساوي صفر، اذا هذه المتطابقه رقم 3، هذه كلها هي ا او كاري ناقص هذه بي او كاري، مزيان هذه ا او كاري كنحطها هكا، ولكن هاد 25 باش ردها بالكاري خاصني شنو هي 25، الرقم اللي كنضربو في رقم وغيعطيني 25 هي 5 اس 2، دابا ها هي ولات عندي ا او كاري ناقص بي او كاري تساوي صفر. ودابا غادي نطبق، هي هذه شحال كتساوي ا او كاري ناقص بي او كاري، هي ا ناقص بي، ا ناقص بي فاكتور دو ا زائد بي، فوالا، اذا هذه كلها كتساوي صفر، وكنحيد الاقواس وكتولي اكس ناقص اكس ناقص 3 ناقص 5 هي ناقص 8، وهنا اكس قلنا هنايا اكس ها هي وناقص 3 زائد 5 هي زائد 2 تساوي صفر، وصافي كندير اكس تساوي اكس تساوي 8 او اكس تساوي ناقص 2. نشوفوا المعادله الاخرى هي على شكل متطابقه هامه، اذا هذه 4 اكس كاري تساوي 49، اذا ملي كيكون عندي هذه هنايا فيها الكاري كيكون هذا العدد بوحديته ديما كنفكر ندخل هذه هنايا وردها غتجيني على شكل فين ما تيكون عندي الكاري في الاول، عارف هذيك خصكم ديما تفكروا في المتطابقات لي زيدونتيتي غوماركابل ثلاثه اللي كتقراو، اذا هذه 4 اكس كاري كتولي هنايا ناقص 49 باش ردها كاري كتولي هي 7 اس 2 تساوي صفر، وكنفككها هي 2 اكس ناقص 7 كتولي فاكتور دو 2 اكس بلس 7 ايكالا زيرو، وملي كتكون تساوي صفر كنخدم هذه بوحديتها كما قلت لكم وهذه بوحديتها، دونك 2 اكس ايكالا 7 وهنا اكس ايكالا 7 سور 2 وهنا اكس ايكالا موان 7 سور 2. اذا هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، مازال غندير لكم تمارين ان شاء الله في معادلات وحدين اخرين، والى اللقاء.